بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق تناولنا أنه التزوير الذي يعتد به القانون كجريمة تزوير لابد أن يقع بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وهي إما أن يكون تزويرا ماديا، وعرفنا في الفيديو السابق التزوير المادي، أو التزوير المعنوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على طرق التزوير المادي. طبعا احنا اتكلمنا ان التزوير المادي وعرفناه. طيب الطرق بتاعته اللي هي لابد من ان تكون هناك طريقة من هذه الطرق حتى نستطيع أن نقول أن هناك تزويرا ماديا، ونستطيع أن نقول أن هناك تزويرا يعاقب عليه القانون. يبقى التزوير لازم يكون مادي أو معنوي، وعرفنا المادي والمعنوي. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الطرق التزوير المادي، لأنه الطرق دي لو لم تتوافر طريقة منهم يبقى احنا ما حصلش عندنا تزوير مادي، ودام ما حصلش تزوير مادي يبقى ما فيش جريمة تزوير اصلا. تمام، لان زي ما قلت اما بيكون التزوير مادي او معنوي. طرق التزوير المادي ايه هي؟ هما 5 طرق. الطريقة الاولى وضع امضاءات او اختام او بصمة اصبع مزورة. الطريقة الثانية تغيير المحررات أو الأختام أو زيادة الكلمات أو حذف كلمات. الطريقة الثالثة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة. الطريقة الرابعة التقليد. الطريقة الخامسة الاصطناع. يبقى دول 5 طرق اللي بيتم بيهم التزوير المادي. أقولهم تاني علشان يبقوا واضحين، لأن الموضوع إيه مهم جدا. التزوير المادي لا يقع إلا بطريقة من الطرق 5 دول، اللي هي إيه؟ وضع إمضاءات أو أختام أو بصمة أصبع مزورة، تغيير المحررات أو الأختام أو زيادة الكلمات أو حذف كلمات. الطريقة الثالثة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة. الطريقة الرابعة التقليد. الطريقة الخامسة الاصطناع. طيب نتناول كده كل طريقة بالتوضيح. طريقة وضع امضاءات او اختام مزورة، هنا طبعا الامضاءات بتشمل الامضة او بصمة الصباع، يعني الامضة يعني ما عشان ما نفكرش ان الامضة مقصود بها الامضة كامضة، لا، ما ممكن بصمة الصباع. فاما ان يكون الامضة كامضة كتابة مزورة او بصمة الصباع مزورة. طب الاختام المزورة ايه هي؟ زي مثلا اي ختم يكون بيعتد به في العمل. يعني مثلا افترض ان انت ختم محامي او ختم شركة، يعني مش عشان احنا لما بنقول ختم اول ما بيجي في بالنا كلمة الختم دي بنتذكر او الذاكرة بتاعتنا او دماغنا بتسترجع انه لازم يكون ختم النسر او شعار الجمهورية. لا، هو المقصود بالختم هنا اي ختم يعتد به. يعني مثلا لو انا عندي في المكتب بتاعي ختم اكلاشيه، الاكلاشيه ده بتاعي انا، ختم المكتب بتاعي انا، لو واحد جه زور الختم ده يبقى دي جريمة تزوير. تمام، يبقى الطريقة الاولى من طرق التزوير المادي هي وضع امضاءات او اختام مزورة. برضو من الاختام اللي هي المزورة، كان زمان اللي ما بيعرفوش يمضوا كانوا يجيبوا حاجة اسمها الختم.
الختم ده كان بتاع حاجة كده صغيرة من النحاس، وكانوا ينقشوا أو يكتبوا عليها أسمائهم. يعني واحد مثلا اسمه علي يتكتب علي على البتاع ده، فده يبقى الختم بتاعه زيه زي الإمضة أو البصمة. يبقى أي حاجة من دول، الإمضة، البصمة، الختم، سواء ختم النسر أو ختم مكتب أو ختم شركة أو ختم شخص، التلاعب فيه معناه تزوير مادي. بس زي ما قلت قبل كده، لازم يكون تلاعب يعني يقنع الرجل العادي، مش تلاعب مفضوح. الطريقة التانية تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات. التغيير بيكون إزاي؟ بيكون إما بالإضافة، يعني نيجي يعني حتى يقول لك تغيير بالإضافة. يعني إيه بالإضافة؟ يعني هو مثلا كتب محرر وفي جزء كده كمال نص السطر فاضي، يعني كتب وفي نص سطر فاضي، في لو أضاف في الجزء الأبيض ده حاجة يبقى ده تزوير بالإضافة. طيب لو جه بين الكلمات في مسافة صغيرة بين كلمة وكلمة جه كتب حاجة، التزوير بالإضافة. بخلي بالك إن دي كلها طرق التزوير المعنوي. احنا بنتكلم على الطريقة التانية اللي هي طريقة تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة الكلمات أو حذفها. طيب في التغيير ممكن زي ما بيتم بالإضافة ممكن يتم بالحذف. الحذف ده بيبقى إزاي؟ ممكن محو، يعني تجيب أستيكة مثلا وتحاول تمسح الكلام، أو قشط اللي هو تجيب يعني زي موس كده وتحاول تمسح الكلام القشطة برضه، أو الطمس زي إيه؟ تجيب الكوريكتور وتعدي بيه على الكلام وتكتب كلام فوق. يبقى كل دي طرق بتؤدي إلى التزوير المادي، وبيقع الركن المادي لجريمة التزوير. يبقى المحو، الإزالة، القشط، الطمس. طب إيه الطريقة الثالثة في تغيير المحررات أو الأختام؟ قال لك التغيير بالتعديل. التعديل ده زي إيه؟ يعني أنا بعدل حاجة، يعني وده بيبقى عن طريق استخدام الطريقة الأولى والثانية اللي هو التغيير بالإضافة والتغيير بالحذف. بمعنى إيه؟ يعني أنا دلوقتي مشيت على جزء من الكلام بالكوريكتور، فأنا هنا عملت طمس، تمام؟ طيب أو عملت يعني كشط أو أيا كان، وجيت بعد كده رحت كاتب فوق الجزء الأبيض ده اللي أنا كشطته أو طمسته أو كده، وبرضه ده تغيير من اللي بيعتد به القانون التغيير المادي. طيب ثالثا، طريقة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة. يعني أبسط حاجة في الموضوع ده انتحال اسم شخص. يعني مثلا ممكن يكون، يعني هو بيقول لك طريقة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزور. ممكن واحد ما يكتبش اسمه في المحرر، يكتب اسم واحد تاني يعرفه، سواء الشخص ده ليه وجود أو ملوش. ممكن يعني يكتب اسم شخص وهمي، ممكن يكتب اسم شخص حقيقي، تمام؟ وبرضو الصور، يعني زي مثلا في وثيقة الزواج بتبقى محطوطة صورة الزوج وصورة الزوجة. لو ان هو شال الصورة بتاعت الزوجة او الزوج وحط صورة تاني، يبقى ده تزوير مما يعني يعتد به كتزوير مادي، لانه هو بيقول لك ثالثا طريقة وضع اسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة. رابعا طريقة التقليد. طب إيه هو التقليد؟ بيقول لك التقليد هو إنشاء، خلي بالك لأن الطرق دي بتبقى على فكرة يا جماعة ممكن تتداخل
اكتر من طريقة مع بعضيها في وقت واحد، يعني ممكن نلاقي اكتر من طريقة من الطرق دي حصل بيها التزوير، يعني مش بالضرورة انها تكون طريقة واحدة، ممكن زي ما ضربنا مثلا من لحظات وقلنا ان هو طمس الكتابة وكتب فوقها، يبقى كده. فلازم يعني يبقى عندك وضوح بان التزوير ممكن يتم باكتر من طريقة. طيب، طريقة التقليد وهو إنشاء محرر على غرار محرر آخر على نحو يدعو الغير إلى الظن بأصالة المحرر المقلد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنت هتجيب عقد، العقد ده موثق وبتاع وحاجات زي كده، يبقى هنا أنشأت، يعني مثلا أنا قاعد في عمارة، تمام؟ وانا قاعد مستاجر فيه، قاعد مستاجر، رحت عملت عقد مزور بطرق التزوير المختلفه وعليه ختم النسر ومش عارف ايه وده، ورحت الواحد قلت له انا مالك العماره دي وادي العقد بتاعي. فهنا انا انشات محرر على غرار محرر اخر على نحو يدعو الغير الى الظن باصالته، بحيث ان هو لما اجي مثلا اقول له انا ده العماره دي انا دي ملكي وادي اهو العقد الملكيه، فهو يجي يدفع لي فلوس على اساس انه بيشتري. يبقى في الحاله اللي زي دي انا انشات محرر، وهذا المحرر دعا الغير الى انه هو يعتقد ان انا مالك للعماره دي. عشان كده انا بقول لكم انه طرق التزوير المادي ممكن تتداخل اكتر من طريقه مع بعضيها، وده اكيد يعني انا وضحته في كلامي، مش عايز اعيد يعني عشان ما اطولش على حضراتكم. خامسا، النقطة الخامسة والأخيرة في التزوير المادي، طريقة الاصطناع. طب ايه هي طريقة الاصطناع؟ قال لك وهو خلق، الاصطناع هو خلق محرر بكامله لم يكن له وجود من قبل ونسبته زورا الى غير محرره. ده برضو بيشبه التقليد، خلي بالك بيشبه التقليد، لان التقليد احنا قلنا ايه؟ قلنا انه انا مثلا هدعي اني انا مالك، انا راجل مستاجر في عماره هدعي ان انا مالك ليها وهعمل محرر واخلي الناس تقتنع ان انا بالمحرر ده مالك لهذه العماره. برضو نفس الشيء بالاصطناع، يعني الفروق بين طرق التزوير المادي، خلي بالك ان هي دقيقه، وممكن التزوير يقع باي طريقه من الطرق دي. وخلي بالك ان احنا لما هنيجي نتكلم على الدفوع في التزوير هنتكلم على الدفوع برضو، نتناول ان ممكن يكون هو محال للمحكمة بطريقة، في حين انه هو اللي ثبت في حقه بطريقة اخرى. فارجوك انت يعني حاول تفرق بين الطرق دي. احنا قلنا التقليد، ايه هو التقليد؟ الاصطناع، الاصطناع يشبه التقليد. هو بيقول لك وهو خلق محرر بكامله لم يكن له وجود من قبل ونسبته زورا الى غير محرره. وهنا الاختلاف عن التقليد، لان التقليد لا ينسب الى شخص اخر. شوف بقى الحته دي، لا ينسب الى التقليد. التقليد انا بنسبه لشخص اخر، يعني مثلا بكتب في عقد البيع ان فلان الفلاني باع لي وهو لا باع لي ولا شافني، واخد بالك؟ يبقى هنا ده التقليد. يبقى خلي بالك الاختلاف، اختلاف الاصطناع عن التقليد ايه؟ ان في التقليد، وهنا اختلاف عن التقليد، لان التقليد لا ينسب الى شخص اخر بالضرورة. يعني انا في عقد البيع لما ضربت لك مثل مكتوب انه انا اشتريت من فلان، يبقى انا نسبت عملية البيع اللي تمت ليا لفلان، يبقى انا نسبته لشخص اخر. اما الاصطناع فده انشاء محرر بالكامل مزور، يعني مفهوش مثلا اي نوع من يعني اي نوع من انواع الحقيقه. الاصطناع ان انا خلقت محرر من العدم، وهذا المحرر ادعيت انه مثلا بموجب هذا المحرر انا مالك لعقار، او واحد متزوج بواحده، يعني ممكن واحد مثلا يروح يسرق وثيقه زواج ويحط صورته وصوره، يعني ايه، ويدعي انه هو الزوج وهي زوج. فخلوا بالكم ان في فوارق بسيطه بين التقليد والاصطناع. طب احنا كده خلصنا الخمس طرق
اللي هي بيتم بيها التزوير المادي. هنا انا عايز اقول ملاحظات ان احنا ايه الطرق دي قد تجتمع اكتر من طريقة في محرر واحد، تمام؟ وانا قلت الملاحظة دي. الملاحظة التانية، قد تحدث هذه الطرق في التزوير في المحررات العرفية والرسمية، لأن المحررات العرفية اللي هي بيكتبها أشخاص مع بعض، أما الرسمية فهي المفروض اللي هي بتصدر من جهة من جهات الدولة. فالطرق الخمسة بتاعة التزوير المادي والتزوير المعنوي برضو زي ما هنشوف ممكن هذه الطرق تقع في محرر عرفي أو محرر رسمي. إن شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم على الطرق التي يتم بها التزوير المعنوي. إن شاء الله إلى لقاء آخر في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.